زاوية التي أنظر إليها الأعمال السينمائية هي من جانبين. أولا هي وسيلة لحفظ التراث وإيصال رسالة نبيلة، رسالة هذا المجتمع أو أي مجتمع كان. على كل أننا نشجع الأخ نبيل بيسي وكل طاقم جمعية السينما، وأشد على أيديهم العوائق البيروقراطية والإدارية إن شاء الله يعني بتكافل الجميع سوف نتجاوزها. أقول سوف نتجاوزها لأني من اليوم أعتبر نفسي واحد منكم إن شاء الله، سأكون دائما إلى جانبكم بكل ما أوتيت من طاقة. أشكر الجميع وشكرا للآباء المجاهدين الحاضرين معنا لأنهم هم اللي اعتبروهم القدوة تاعنا، للشاعر الكبير عمي بونف اللي وصل دائما رسالة سكينة. شكرا أخو سامي فراجا. شكرا جزيلا أستاذ سامي، يعني كلمات أيضا راقية وهذا ليس جديد عنك، وهي أيضا في الصميم وكلام رائع جدا. سيبا الفنان حقيقي يعني تسمى الفكرة تاع الفنان انه يعرض الاعمال نتاعو وما يحاولش يفهم وين توصل. نعرض جانب فاهمك ولا غير عطرت حاجة مهمة دوك. او قلت لك على الاول انا اعرف موقعي من احاول ان اعرف موقعي من الجملة. اسمح لي فهم قصدي. موقعي من الجملة يعني تعتمد لا باش نكونوا واضحين. شوف دوك انا يعيط لي مخرج هذا ولا نبي ولا مولود ولا هذا يعيط لي نخدم بون فضيت خدمتي. انا نخرج من البلاطو انا مهمتي تصبح مهمه الاخرين. فهمتني ولا ما فهمتنيش الاخر؟ لان هذا المنتوج جي با لو دوا انا باش نمشي به نسوقو ما تعيش. القدرات نمشي انا كيف درك نقول له مولود اعطيني ربي تاع الخرنان كاين كاستينغ نديه اعطيني ربي نمشيه نديه لالجي كله ما نجمش انا. كيما صنعت هذاك القطاع هذه قادر تصنع قطاع اخرى. ما نصنعش انا ممثل ما نصنعش انا جو سوي با بروديكتور سي محمد صح. انا كل جاوب عندك انفجار داخل عيط لي وراح الانفجار قلت بالراحه بالراحة نفس الصالحية وين نشوف أخويا عيط لي نديرو نيجي مع بعض عيط لي ونديرو عمول سمعنا ما ريبونس أنا على سير بلاطو ولا حاجة خلف ما نقدرش. حنا بجاه الدقة بدل تقول له كرمني قال لي تقريبا أنا عندي 40 سنة ولا 50 سنة ولا في الميدان أنا ما كرهتنيش. وفي الحقيقة ما عنديش حق أنا باش نقول له كرمني. صح أحسن تكريم هو العمل تاعك هو اللي كرمك. أنا عندي حاجة مادام يعني عمي بونار مادامك أنت حاضر والوجوه الكريمة هذه حاضرة وعمي العيدي وكل وسينابيل عندي تساؤل فقط. الأعمال السينمائية اللي صارت سنوات السبعينات يعني 10 سنين بعد الاستقلال اللي يشاركوا فيها وكل ما راهمش دي بروفيسيونال. واحد ما يقدر يقول راه عندي بروفيسيونال خاطر ما كانتش فرنسا في الاستعمار ما كانش فاتح لنا مدارس تكون لنا الممثلين. مثلا لا باتاي دارجي معركة الجزائر فيها حتى دراري صغار شغل من البديهة بالك هكي كثير قائل عفويا كان لهم دور في أعمال دخلت التاريخ وراحت ما راهمش دي بروفيسيونيل. أنا بقول لك هاد تقعد علاش ماشي بروفيسيونيل. محمد كروم محمد اش حنا ان شاء الله عم نسمعوا مع بعض ان شاء الله نديروا اعمال مشتركه كما يقولوا المعامله تغلب بالصيد بطبيعه الحال. فاصون كونسيرنون المقر اي حاجه كمان في الاداره من جهه ترجع لنقطه مهمه انا نعرفها مليح العراقيل الاداريه كل حاجه عندها ماليه وحنا يمكن نلقاو مسكن نقصدوا ماليه بربي ان شاء الله نلقاو الحل. كما يعني نقطة مليحة تاع تحت الرعاية تاع الوالي ولا تاع الوزير ولا هذه تفتح أبواب خاصة من حال درك حفل كبير الجمعية على بالي حكم التجربة الجمعية ولا شيء راك تحتاج
تمويل بعض الامور الاكراميات وهذه كي ترد عندك رعايه مثلا تاع الوالي ولا تاع اي شخصيه يعني تكون في المسؤوليه تقدر دير تسهل لك امور كبيره وان شاء الله حنا الحاجه الكبيره اللي تبقى غادي تقدر نتعاون فيها.